لك انا بذات نفسي ترجيتها انه تطلع من حياة حازم، عبس عنيدة ما لقيتها غير عم بتدق الباب. لو شو واثقة من نفسها كتير، جاي بدي اشوف حازم. بعد إذنك ست الكل. عفوا بابا، أنا في شي حابب أحكي. يعني مثل ما بتعرف حضرتك، نحن بحياتنا ما خالفنا أي قرار من قراراتك، وكانت أمنيتك دائما إنه نحن نكون هيك إخوة مع بعض وعيلة ونحب بعضنا وعايشين مع بعض وتحت جناحك، وهذا الحقيقة اللي عم يصير. بس يعني أنا اللي شايفه إنه قرارك بإنه مرت أخي نايا تطلع هي وابنها من هذا البيت، يعني بصراحة ماني شايفه قرار صح. على القليلة يعني كرمال حازم والولاد، فياريت إذا في مجال تعيد النظر بهذا القرار، أو إذا ممكن تتراجع عنه. عمي، ماما، أنا تعلمت منكم شغلة كتير مهمة، الإحساس بالآخرين والأخذ بالأسباب. كلياتنا منعرف إنه الحياة ظلمتها لنايا بكتير قصص هي ما إلها يد فيها، يعني حرام نكون نحن والزمن عليها. بعدين إذا جيتوا للحق، هاي البنت ما في منها، ونحن ما شفنا منها إلا كل خير ومحبة. شو هالبنت هاي؟ تقولوا عاملة سحر؟ أكلي عقل العيلة كلها. ست الكل، لا هي عاملة سحر ولا نحن إلها العقل لحتى. حازم، هاي القضية بالنسبة إلي تسكرت، وما عاد في شي يستدعي إني أفكر فيه مرة تانية. هاي البنت ما عاد إلها مكان في هذا البيت. نقطة.